كويسة؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، أنا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. إيه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمة دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معانا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي اركبي، ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني، ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك. الورق. خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطة اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان. احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايز تقولي حاجه؟ عايز تكتبي؟ طب استني ثانيه. اوعى اوعى حدي. اتفضل. خدي حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ اهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم، طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب اسيبكم انا بقى، بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. ما تستنى يا ابني تتعشى معانا. عايزة مني ايه يا ابني؟ طيب وبعدها ما رحتش الشركة النهاردة، طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا على الطريق؟ لا لا لا، روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. أنا ضايقتكوا، كفاية بقى لازم أمشي. ضايقتينا إيه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين أنتِ لو مشيتي هتروحي فين؟
هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انتي مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي، خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام خليهم معاكي. لا خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب اقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخدها على طول. ماشي يا لبنى، تعالي. بس يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها، ايه رايك؟ عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي، اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترابيزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هتلاقي ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت تفضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي نبيل، هاتي ورقه وقلم. انا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللي وانا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا لا يا باشا، مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. ها، ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل، هاتي القهوه بتاعتي جوه. تؤمر يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته، انا جاي لكم. ها، خش اعمل مكالمه التليفون وارجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شعبية، جميلة. يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص. عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي. انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه يا مها الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. دي رساله من اللواء شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة أربعة، في تسع أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات أربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه. صح؟ أهو. وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق. أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟
انت محسسني اني قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايزني اسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعك غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي. ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقك. خلاص يا سيدي. اختار العروسه اللي تعجبك، احنا مالناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الايد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلم عليك. حاضر يا حاج. حاضر. يلا. مدوا ايدكم كلهم. اتفضل. ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت امرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلام. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جايه لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة حاجة ما تزعلش مني، أنت وأمي غلطتوا غلطة كبيرة أوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم. كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج. بس دينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف إزاي؟ في إيه يا طارق؟ ما هي البنت قاعدة معانا هنا لحد إن شاء الله ما نلاقي أهلها. قاعدة معانا فين؟ افرضي وراها مصيبة. يا ابني لا استني بس اقعدي. اقعدي أنت مش ماشية تعاني بس اقعدي. يا أخي خلي عندك دم. في تهرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك. مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا. اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك. انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ تهيأ في اللي ربنا. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. تعال يا ابني يا طارق. على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراكي إيه. لا مش هتمشي، خليكي، وأنا هدور لك على عمك ده تاني بجد. ست بعض مصلحه هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعه جوه. ايه؟ هو بيخترق ذره ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعه ما شفته.
يا كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قوليلي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. ألف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله أنا فرحانة إن ربنا استجاب لدعائي. شوفي أنت بقالك أهو شهر ويمكن أكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاة صليتها إلا لما بدعيلك إن ربنا يشفيكي. أنا هقوم بقى أصلي ركعتين شكر لله وأدعي إن ربنا يتمم شفاكي. يا ستي، ما جوزك من ساعة ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس. بصي بقى، واحدة واحدة كده احكي لنا، انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. بكرة الصبح ان شاء الله في 2 موظفين هيدولك على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم بخدمة الناس. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات. لكن العجيبه بقى ان الاستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب اولا بقى انا مش نازل معاكي، انا نازل اشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. ايه ده انت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحده يتجوزها بلا خيبه. سمعة قولي لها. أختك وتهزر معاك. أختي؟ قولي لها حاجة. أنا أحسن. لا خلاص كلت، حصلني عشان عايزك. ايه
حاسس حاجة غريبة طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش انك تفكر. استنى بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح يا بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضو ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. تنسيت أنت مين؟ نسيت أبوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي أنت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ أنا ما انكرش إني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست. ايوه، ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مهنه السمسره دي اهم حاجه فيها السمعه، وانا راجل سمعتي زي البرلنت، والناس مالهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض، يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروش. طب والله يلا نبيل، لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق، وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده، ومش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان، ولو فضلت متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى؟ مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباء هتشوفي كمان. هتتغبى؟ انا خايفة، خايفة اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقولك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكلة؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حقه، بقولك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا مش هين، لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس انك جاوب. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى يا لبنى، لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر، اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. مش هسمع. انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا. بقى عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق، عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني.
حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير. كلكم. أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. اللي قلته اتنفذ من سكاز. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اصدم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه بس أنا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. أنا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل إنك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه أنا همشي ومش هتشوفني تاني. إيه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقى عندنا أكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الأوراق، عايزة مننا إيه تاني؟ أنا والله ما كنت أقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير. كلكم. انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. اللي قلته اتنفذ من سكاز. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اصدم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه.
لا يا طارق، انا مش هعمل كده، انا همشي. استني، رايحه فين؟ Thank you.
شايفة جوزي كان مطارق؟ هو صحي؟ صحي بس باين عليه دافي شوي. خد 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 خلاص خلاص خد. هي روحي انا انت سخن يا حبيبي. ده حتى وشه في حراره. ايه عملت له كراوي ولا ايه؟ عملت له كراوي. تعالى يا رحمامي تعالى. تعالى يا رحمامي. يلا خد. يلا حياتي. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم ناخده عند الدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه حبيبتي، انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص اروح بتاكس. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديه للدكتور حبيبي. دلعه. ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعني انا كده يعني. الكراوي انت ما كانش ينفع تدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه هتقولي انا اللي هروح معاه عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا روحي معاه. ايه هو كحه فين اللي هتجيب حاجه بقى؟ لا انا اللي هروح معاه، بس مش هناخد تاكس. خلاص يا ستي انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا صغنن. تعالى بقى تعالى، ما انت هتروحي معايا مين انا اشبع منه يعني يا رودي. شفت وادي يستاهل الدلع مش انت؟ انا فاكره محدش كان راضي بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. اتبقى اتبقى خد يا ستي. ايوه شاهين بصي السينا الحلوه اللي عملته وسط البالونات الحلوه. هو انت بعت مين؟ كل ده عشان شاهين سواق جديد؟ طيب احنا طالعين اهو. يلا سلام سلام سلام. ايه يا حبيبي ايه يا حبيبي، هو لسه سخن؟ مش زي الصبح، بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معايا، لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه يا حبيبتي. يلا ماشي يلا بينا. يلا 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 يا روحي، انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مداني الحبشي. عارفه؟ عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا
لقيتي حاجة ما؟ شايلة محفظتك. أنا لقيت الموبايل. طلعت لا مؤاخذة اديك مليون جنيه عشان تجيب لي كوكايين. تشارلي. تشارلي يا سيدي. وانا ما اعرفكش عمر اشوفك، ما تسلم وتستلم. معلش يا بابا انا اسف، ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ هو الحق يزعل؟ انت حوشت العمر. بص يا راشد. بص يا راشد، انا بسافر اجيب الحاجة دي من مرة مصر. فتمنها لازم يبقى معايا. انا في المرة الواحدة بجيب كيلو، والكيلو ده تمنه مليون جنيه. ومكسبه قد تمنه. وصلت؟ وصلت. بس انت كده كده بتسافر وكده كده بتجيب. هات يا عم الحاجه، ما تفكش الفلوس ما تدينيش حاجه. اديتك الفلوس اديني حاجتي عادي يعني. ماشي، انا كده كده هجيب الحاجه وهعرف اصرفها ساعتها. لو بقى باخد. تمام، سلام. باي. بس بقول لك ايه، المره الجايه بقى غير الطقم ده. سلام. باي باي. باي باي. جبتي مني كيف بقى لما بيبخوا؟ بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما كنت طلعتي لي من تحت الارض، بقى لي شهرين موريش غيرك. انا بفكر لو ما كنتش عرفتك كان ممكن ايه اللي يحصل. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك. اه معاكي حق، وانا نسيت اقول لك بس انا هتجوزك. ده انا عايزه اعيش عمري كله. انت تؤمر ولا انفذ؟ انا بتكذب عليا. وانا ايه اللي يخليني اكتب؟ انا مفيش حاجه تستاهل تخليك تكذبي. لا طبعا. الحمد لله يا باشا، كله تمام. كله تمام يعني؟ ها؟ كله تمام يا باشا. انت عادي مش كده؟ ايوه يا باشا. نقول عليك بقيت قصة كبير في وقت قليل. الحمد لله. وشغلك عجب الناس في المعرض. الحمد لله.
الصنعة دي مهمة أو مفيدة بالنسبة لك، وشكلك كده حبيتها. الجدع عشان خاطر لما تخرج من هنا تفتح ورشة. حاضر يا باشا حاضر. على فكرة مش كل المساجين بيعملوا زيك كده. كمل وقريب قوي هتسمع مني خبر كويس. شد حيلك إن شاء الله. تشكر يا باشا. شد حيلك يا رجالة. شكرين يا باشا. شكرين يا باشا. شكرين. عايزين الناس كده دايما تبقى مبسوطة بشغلكم في المعرض. شكرين يا باشا. ماشي إن شاء الله يا باشا. يلا السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا ندم يا ندم. أنا مش هشوف ابني تاني. ربنا كبير يا حبيبي. بابا كلم كل اللي يعرفهم وإن شاء الله هنلاقيها. ممكن توريها إن ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ يا ابني ما بتتحسبش كده. أمال بتتحسب إزاي؟ إهدى إهدى يا ابني إهدى. أبويا فين؟ أنا هنا طارق. هنا حبيبي. ألو آسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن حد يقول أنا هعمل إيه دلوقتي؟ امسك نفسك يا حبيبي. تقضى ربنا. عارف إنه قضى ربنا. بس هي عملت كده ليه؟ خلاص. خلاص يا طارق حبيبي. حصل حصل. أهم حاجة دلوقتي إن احنا نفكر ازاي نلاقيها وازاي نرجعها. هرجعها هرجعها وآخد روحها قصاد اللي هي عملته فيا. طب اطلع ريح حبيبي فوق شوية. اهدى يا طارق اهدى يا حبيبي. ما تعملش في نفسك غلاوتك. حاجة ده اللي بالغ لما رجعه. مش هنشوف شاهين تاني يا حاج. مش هشوف ابني تاني. هشوفه. هجيبها وهشوفه. رايح فين بس؟ رايح فين؟ سيبيني. استغفر الله العظيم. ربنا يصبر قلبك يا ابني. ربنا يصبر قلبك. Thank you.
استر يا رب. في ايه؟ يا خبر اسود، يا خبر اسود، ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. بنتي يا ست، يا بنتي، بنتي يا ست، طلعتي لي منين بس يا ست؟ يا ست، يا خبر اسود يا بنتي. عامل ايه ده؟ يا ست، يا ست، يا ست، طلعتي لي منين بس؟ ما ترد انت كمان ست. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا. انا هعمل لك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. بنتي يا ست، يا ست، يا بنتي. بقالنا نص ساعة مش قادر على الهبد ده. نروح البيت عندي نسمع مزيكا حلوة ونتكلم مع بعض براحتنا. هنتكلم في ايه؟ حاجات كتير، مثلا يعني شكل علاقتنا. مش فاهمة. انا وانتي لما بنبقى في مكان لوحدنا وبنقفل علينا الباب اوكي بنبقى براحتنا خالص. انا كنت هفتكرك بتتكلم بجد. انا فعلا بتكلم بجد. ما تنسيش ان في لوحه انا شغال عليها بتاعتك ولازم تخلص. ايوه بس انا بتكسف. كيف كده يعني؟ انت عارفه انك انت اسفل واحده انا عرفتها في حياتي. لما بقعد قدامك وانا مش لابسه هدوم وانت قاعد بتتفرج عليا وانا ما بعملش حاجه وبترسمني يعني بتكسف. انا على فكره انا برسم مبقاش شايف قدامي اصلا غير الريشه واللوحه والالوان. بعتبرك كده تكوين جميل، حاجه زي ورده كده جميله. اللوحه دي بقى تخلص امتى؟ على حسب التكوين. اوكي. يلا 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 بسرعة يا ابني، يلا 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 بسرعة. براحة براحة براحة. يلا 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 أنا هاجي وراكوا. ها ما تردش بليز. ما ينفعش يا مراد. أيوة مراد. أيوة مرقص. رقص إيه وزفت إيه؟ أنا عملت حادثة وخبطت واحدة بالعربية. إيه؟ فين؟ انا عارف لازم مين يا مختار. مش عارف. طيب طيب متقلقش متقلقش انا هجيب. طيب هتعمل ايه لو ماتت الوليه دي؟ ماتت ايه بس؟ ما انا اهو سايق ورا عربيه الاسعاف. اوكي اوكي سلام. انا جاي. طيب في ايه؟ مراد خبط واحده بالعربيه. انا قلقان من اللي اسمه ايهاب ده. وبعدين بقى معاك يا راشد مساله مش ناقصه قلق، بس هي خبطه تستاهل. بالعقل كده خد الفلوس وهبق وما رجعش تاني. هنعمل ايه؟ ولا هنعرف نجيب. وانت مالك انت؟ هي فلوسك فلوسي وانا اللي احكم فيه. ده والله ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعوا لك صح؟ لا انت بس ليك عمولتك. اصل الفلوس دي البضاعه اللي انا سرقتها من انسي.
والحق يا حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخطوط جدا والحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. شو الصور دي يا طارق بيه؟ دي صور محروس مع مرتك لبنى من سنتين. دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقه عسليه سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوقعه اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي اول لما شافتني اتكهربت، بس انا برضه غبي كان لازم استناها وهي خارجه من العمارة. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقت. المهم انها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق احمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقه في اسكندريه باسم زينب احمد محمد على انها ساقطه. زينب في اسكندريه ولبنى في المنيا. اكيد ضحكت على حد في اسكندريه وخلته يعمل لها بطاقه، زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقه على انها ساقطه. الو؟ ايوه يا ابني، انا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الاشاره دي مني، في واحده ست معاها طفل صغير عنده سنه، يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث وابعت لك الصور بتاعتها. انا كنت على حق، انا كنت على حق يا طارق، وانت اللي ما صدقتنيش. في مصيبه تاني. ليه ايه؟ الورق اللي انتوا عملتوه ده تزوير في اوراق رسميه، ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني ايه؟ يبقى قصدنا خير؟ نلبس جنايه؟ هقتلها، هاخد شاهين منها واقتلها. يعني طارق، تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش ادي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكاية اللي عايزة تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت أمرك، أحاول. أستأذن حضرتك. اتفضل. بقول لك إيه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهاردة كمان. حاضر تحت أمرك. ماشي. Thank you.
يا بهاء انا كويس. بعد ساعة؟ لا لا هجي لك بعد ساعة. طب قول لي الاول هي عاملة ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. وريت لحضرتك. تعالى معايا يا مصطفى. حاضر. صباح الخير. اجازه ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعة؟ لا لا هجي لك بعد ساعة. طب قول لي الاول هي عاملة ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. وريت لحضرتك. ايه الاخبار يا بايات؟ فوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ انا يا ستي اسف، انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسألك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ آه
افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضل يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا. لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا. يلا طبعا. تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. اقفل يا عم، مش عايزين فضايا. والله وهتلعب معانا يا بيت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسير لحواري، وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا، أنا ممكن أوصل لأي حد في البلد دي تتخيله أو ما تتخيلوش. ممكن أدفع أي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. إيه ده يا طارق بيه، ركز في الكلام اللي أنت بتقوله. أنا مقدر ظروفك كويس، وأنا واقف معاك للآخر. ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة يا باشا، تحت أمرك. أنا مقدر ظروفك. أيوة يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله هيرجع. حاضر معالي. حاضر بقى. صلى الله. ماشي كده. اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن بيوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك ساعدني يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضية قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا؟ بالراحة؟ على مهلك. على مهلك. ها، تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوة اي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. وانا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكو. انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي. الحركه خطر عليكي. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايزة اعزل
وكل ما اقول لك تقول لي اصبري اصبري انا زهقت. يا وليه زهقتي من ايه؟ لسه بقول لك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفه ناقص تكه ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزه شقه وهدوم وروشانه. يا وليه هتفرتكيهم؟ ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه شقه مش زي دي، شقه واسعه وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شويه حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجه خالص. جرايه يا ولية، بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجه وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا اعدالك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك، الله يرحمك يا أم صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها، بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضع اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الوالد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجرة وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي أعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا أخلاق. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. open relationship ده انا يعني يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟
اللي بتعجبني. انت تعرف تتغني يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحده فيكم تخش عليا دخلت انا لازم اممك؟ ايه اممك دي؟ يعني تحطيني في الحصاله بتاعتك. طب انا احطك في الحصاله بتاعتي، طول ما انت معايا انت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهارده عامل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعهولك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده حلو. يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده؟ ما تسمعي الكلام. اشتري ريحه الاكل، هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وندهيلي الدكتور بهاء. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ مش عايزه تاكل؟ لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده، هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك يا مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله. مسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. صوم طيب. مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني، واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي. البلد كلها محلات اكل يا هو ماما. اكل الشارع ده برضو اكل يا سالم. تعال اخوك وصل. هو هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا، وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على الصف. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده عادي. طبعا مسؤوليه. نويني معلقه. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم. تصرف عليها ليه لما انت عايش بره البيت لوحدك؟ أنا الحمد لله أقدر أصرف على البيت بنفسي. سالم أوعى تكون فاكر إنك كبرت عليا وهتمنعني إن أنا أدي فلوس لأمي. لا 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 هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وإن هو يعني مش مخليني محتاجة حاجة. بس أنا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مرة. أيوة بس أنا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وأنا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمرة وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني.
واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ ايه في جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه؟ اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد، وماتت؟ ماتت ايه؟ حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لبسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان اشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلاً؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي. حاضر. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تقدر تكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. زقك قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلامة عليها فردوس.
داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها في عينيا ما تقلقش. داليا انا مهلك. لحظه كده بعد اذنكم. ايه ساعه كمان ساعه؟ لا في الطريق. في الطريق اخليهم يستنوني يا ساعه. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه بس اوعدك مش هتاخر. يلا نورتي اتفضلي. مع السلامه. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي بتوجعني. سلام عليك. استني بس. ايه البيت ده؟ ايه ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. وانت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس. وممكن تقولي كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتيه جدا وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق. ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على بعض مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا. يعني مش كمان بس كله دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين نعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. طبعا. أمانتي بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني ورا الصندوق زي ما بيقولوا. ها هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص. الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي شكرا. اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار انا عايزك. ها حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين. طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه ماله؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا. انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده. هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع. انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش هريجي مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس انا هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا. يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا امام. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين بعدي على حسابات انا عملت لك مكالمه. الف شكرا يا مستر مراد. مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها